السلام عليكم اخوتي اخواتاتي، مرحبا بكم في حلقه جديده، الجزء الثاني من برنامج ديالكم ليف او. في الحلقه اللي فاتت درنا فيديو في مدينه الرباط، زرنا مجموعه ديال الاماكن التاريخيه والاثريه في العاصمه الرباط. في هذا الفيديو غنقوم بجوله في مدينه سلا وتمال، كما ان فرصه باش نتلاقاو مع يوتيوبرز مغاربه ومع فتيات اجنبيات من الصين. المهم الا بغيتو تزيدو تعرفو اكثر خليكم معنا. هذه مدينة شالة، الاسم القديم مدينة سلا، كتواجد بالضفة الشمالية لنهر أبي رقرة. البداية ديالها حسب المؤرخين كانت في عهد الموحدين القرن 11 ميلادي. في هذه الفترة بالضبط عرفت مدينة سلا ازدهار كبير في البنيات والمنشآت المعمارية، كمسجد الأعظم اللي شهدوا يعقوب المنصور والمدينة القديمة وغيرها من الأماكن. المهم إن شاء الله غادي تتمتع معنا في هذه الرحلة وفي هذه الأشياء اللي كنشوفوا. Thank you so much. Okay, you know, we are in Morocco, we are talking Arabic. So, what do you learn in Arabic? Oh, it's hard to okay, so I will teach you now. Salaam alaikum. Salaam alaikum. It's the mean hello. Hello. Salaam alaikum. Salaam. Yeah, so what about you first? What do you know in Arabic? I just know your friend. Hello. It's me. Salaam alaikum. Salaam alaikum. Okay. How are you? Okay, the hello. Yeah, you will teach good, inshallah. You should learn Arabic. So I like China. I like language China. I know this is very difficult, but I will try to learn China because I love China. Yeah. So you should learn Arabic. Yeah, it's a nice language. Yeah. Okay, thank you so much. Thank you so much. هذه فيديو موت مسيرة البداية، وهذا واد أبي رقرة. واد أبي رقرة اللي كيبصر في الرباط العاصمة مدينة سلا. كما حاليا كاينة قنطرة كتفصل ما بين مدينة سلا ومدينة الرباط العاصمة، ولكن من قبل كانوا الناس كيستعملوا باخرات وبطوات صغار من أجل باش يقطعوا هذا الواد، واد أبي رقراق، اللي عطي واحد الجمالية وواحد الرونق خاص للمدن معا. بعد ما تلاقينا مع دوك الفتيات اللي من الصين، دابا غنتلاقى بيوتيوبرز مغاربة أصلا من مدينة سلا. أول واحد غادي نتلاقى به هو اليوتيوبر دريس، اللي كنظم رحلات في مجموعة ديال المناطق في المغرب. معايا الأخ دريس اللي توا كيسكن في مدينة سلا ودوز يعني سبق طويلة في مدينة سلا. ألو غادي تعاونينا على مدينة سلا. السلام عليكم، مرحبا بكم في مدينة سلا ومرحبا بكم في مدينة الرباط. مدينة الرباط ومدينة سلا. مدينة الرباط، ولكن مدينة الرباط كميل يعني فيها بزاف من المعاشر وشي، ربما السياحة أكثر من مدينة سلا. إن شاء الله قريب 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 العاجل مع هاد المشاريع اللي دابا المشاريع اللي راه تشوفوا، راه كاين واحد المشاريع كبيرة في مدينة سلا، وإن شاء الله سلتا هي غادي تولي من القدام من المدن اللي حتى هي داخله في هادشي ديال السياحه، وراه كاين ما يتشاف في سلا. سلا عندها تاريخ، اجيو للمدينه القديمه، شوفوا المسجد، اجي تشوفوا المسجد الاعظم، يعني راه كاين ما يتشاف في مدينه سلا. المدينه مدينه سلا راه تخصب زوانه بزاف شباب. اي مدينه كتواجد فيها المدينه القديمه ديالها يعني كاين تاريخ. كاين تاريخ، هي الشرايين، فهمتي؟ شي حاجه في شكل، وانت تتسارى في الازقه ديالها وتشوف الناس كيفاش عايشين، تشوف الفران ديال الحومه، يعني كاين شي حوايج في المدينه القديمه راه شغنقول لك خاصك تزورها. فعلا فعلا. شكرا خويا دريس. مرحبا خويا اسماعيل، مرحبا بكم. يعني مرحبا بكم كاملين عندنا في مدينه سلا. س
السلام عليكم الدراري، لاباس عليكم؟ مرحبا بكم في مدينة سلا. اللي بغى يجي مرحبا به، مدينة سلا كبيرة والناس ديالها مزيانين. أنا كندير فلوغات، غادي نطلب من الأخ إسماعيل باش يحط الشاني ديالو في المعلومات. اللي عجبو الفلوغات ديالي مرحبا به، وما تنساوش ديروا سبسكرايب تشجعوا الأخ إسماعيل. النقطة المهمة واللي كنركز عليها بشكل كبير كما قلت لكم في الجزء الأول ديال هذا اللي بقى، هو نتلقى بالناس سواء سكان أصليين أو يوتيوبرز أو حتى ناس أجانب. السبب اللي كيخليني نتلقى بالأجانب هو حب الاستطلاع والاستكشاف للثقافات والجنسيات الأخرى، وكان بغي نعرف أيضا الأفكار والانطباعات ديالهم عن المغرب. Oh my god. So, the food is full of your flavor. Yeah. I think it's good. من مدينة سلا العتيقة جينا لمدينة تمارة اللي تم تأسيس ديالها في القرن الثاني عشر ما بين سنة 1130 و 1163 من قبل السلطان الموحدي آل مولى. جيت لهنا من الرباط عند الخيسامي من أجل باش ندير واحد ليفاط على هذه البلاصة كاملة اللي كتشوفوا هاد المدن كاملة، لأن حتى هما باش ما كان الحال مدن زوينين تبارك الله. القدوم ديالنا لهنا كان فرصة باش نحضروا لواحد الحدث مهم في عمل شبابي خالص، بحيث سواء الحضور أو المسؤولين عن تنظيم هذا اللقاء كلهم طاقة شبابية تجمعوا على هدف التواصل والتعاون، وأكدوا للجميع على أننا قادرين نعطيه ونخدمه ونزيده بأفكارنا القدام. الناس كاملة كلهم شباب كنقدموا بزاف الحوايج اللي كتكون إيجابية بوزيتيف كتعود على الناس يعني غير بالخير، وهذا شيء كبير ومهم بزاف أصلا. حاول ما أمكن نديروا هذا الشيء لأن فري شي حاجة إمبورتون شوية. مدينة تمارة كانت آخر زيارة لنا في الجزء الثاني من هذا الليف أور اللي درناه في كل من مدينة رباط وسلا وتمارة، واللي ما شافش الجزء الأول من هذا الليف أور يمشي يشوفه. على أمل نتلقى بكم في ليف أور جديد في مدينة جديدة إن شاء الله. وما تنساوش خويا اسماعيل دعموه، راه تيدير واحد المجهود كبير باش يوصل لكم هاد الفيديوهات، وراه مسكين راه تيدير واحد وما فيها باس. تعاونوه اي لايك جيم وسبسكرايب مع الشانل ديالو، راه تيدير واحد المجهود وراه ان شاء الله قريب عنده شي حاجه جديده. تابعوه. شكرا.